أعزتنا المشاهدين في هذه الحلقة، وهي الحلقة الأولى بعد مدة حدث عطلة في بث القناة، نتكلم بمناسبة استشهاد الصديقة الطاهرة أم أبيها سلام الله عليها عن فضائلها وظلامتها، ولأن الزهراء سلام الله عليها ميزان الحق والباطل، وإن الذين ظلموا حق فاطمة الزهراء سلام الله عليها لا شك ولا ريب في كونهم ظالمين فاسقين بل كافرين، وأنهم في النار مخلدون. وإن شاء الله تبارك وتعالى سوف تشاهدون إن الصديقة الطاهرة سلام الله عليها بسيرتها وبكلامها وبجهادها وبخطبتها سلام الله عليها، وبأنها طلبت حقها، إنها سلام الله عليها كشفت القناع عن وجه هؤلاء الذين تقنعوا بقناع الإسلام وكتموا كفرهم. فإن الصديقة الطاهرة سلام الله عليها وما جرى عليها من المصائب والظلم الذي جرى على الزهراء الصديقة الطاهرة سلام الله عليها لا يبقي أي شك بأن أبا بكر خلافته باطلة، ولأن الفرق الأساسي بين الشيعة الاثني عشرية وبين الفرقة العمرية الذين يتبعون منهج الخلفاء الغاصبين الكافرين، إن الفرق الأساسي هو في تصحيح خلافة أبي بكر أو عدم شرعية خلافة أبي بكر. فإذا ثبتت أن خلافة أبي بكر كانت باطلة وإن عمر كانت ظالما، فهذا يلزمهم بل أن كل من يتبع تلك المنهج إن مذهبهم باطل من الأساس، لأنهم قوم يفضلون أبا بكر وعمر على جميع المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويزعمونهما إمامين عادلين وخليفتين راشدين. فإذا ثبتت عكس ذلك فالحمد لله رب العالمين، تتم أن مذهب العمرية بجميع أنواعها وبجميع فرقها وبجميع نحلها كلها منحرفة عن سبيل الله وعن سبيل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعن سبيل الرشد والحق والقرآن والوحي الذي نزلت على سيد الأنبياء وخاتمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالقضية جدا واضحة أعزتنا المشاهدين، وفي قضية الزهراء سلام الله عليها بوجوه متعددة إن هذا الأمر يظهر وينجلي. من جملة تلك الأمور أعزتنا المشاهدين إن الزهراء سلام الله عليها ألقت خطبة غراء في غاية الفصاحة الذي يلوح من خطبتها سلام الله عليها أنوار النبوة وجميع ما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من البلاغة والفصاحة. فتلك البلاغة والفصاحة تتجلى بجواهرها في كلام الصديقة الطاهرة سلام الله عليها في خطبتها التي روتها المخالفون والشيعة في كتبهم. ففي تلك الخطبة الغراء إن الصديقة الطاهرة سلام الله عليها تتكلم وتنطق بكل وضوح بأن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام حجج الله على الخلائق أجمعين، وإن خلافة أبي بكر وعمر باطلة، وإن الصحابة هم الذين خذلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخانوه صلى الله عليه وآله وسلم في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الذين انقلبوا على أعقابهم بعد شهادة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وتلك الخطاب من حجج الشيعة البالغة. ومن جملة ما ظهرت في حياة الزهراء الصديقة الطاهرة أم أبيها سلام الله عليها من الحجج الواضحة للتمييز بين الحق والباطل وللفرق بين
فرقة الناجية والفرق التي مسيرها إلى النار كما قال سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا فرقة. أعزتنا المشاهدين هي إن القوم هجموا بيتها وإنهم رووا في كتبهم بأصح أسانيد بأن عمر إنه تهدد بيت الزهراء سلام الله عليها بالتحريق، وإن أبا بكر كان يندم ويحسر حين موته فيقول يا ليت إنه لم يكن يكشف عن بيت الصديق الطاهرة سلام الله عليها. فهذا دليل واضح إن الذين هددوا الصديق الطاهرة سلام الله عليها بأن هي تحرق في اشتعال النار، فلا شك ولا ريب الصديقة الطاهرة سلام الله عليها هي التي صحت الروايات أن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبل يدها. وقد أريناكم كرارا ومرارا وصححنا تلك الأحاديث من هذا المنبر الكريم الشريف، وهي التي أحب الناس عند الله وعند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وعز الناس عند أبيها سلام الله عليهما وآلهما. فمن يهددها بالإحراق بالنار فلا شك ولا ريب هو لا يعتقد برسالة سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يعتقد ولا يؤمن بتكريم سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يعتقد ولا يؤمن بوجوب محبة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. ولا شك ولا ريب إن محبة أهل البيت سلام الله عليهم من شروط الإيمان ومن أركان الإيمان، بل هو كل الإيمان. ثم ليس فقط قضية التهديد، فإن القوم هجموا بيت أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وإنهم أتوا بحطب واشتعلوا نار على بيت التي كانت تختلف إليه الملائكة وتنزل فيها الوحي، وكان محبطا لجبرائيل. ثم أعزتنا المشاهدين إن القوم غصبوا فدك من الصديقة الطاهرة زهراء سلام الله عليها، وإننا أثبتنا ذلك من كتبهم، وإن الصديقة الطاهرة سلام الله عليها طالبت فدك من القوم، كما إنهم غصبوا غير فدك من العوائل ومن غيرها مما تركه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فغصب حق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هذا الذي لم يرتضي به أمير المؤمنين عليه السلام ولا الصديق الطاهرة سلام الله عليها، وإنهم افتروا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق، خلافا لآيات القرآن الكريم وورث سليمان داود. أعزتنا المشاهدين، ففي حياة الصديقة الطاهرة سلام الله عليها هنالك كثير من الجهات التي تتميز بها الباطل من الحق، وإن الصديقة الطاهرة سلام الله عليها بسيرتها وجهادها وكلامها لم تترك أي عذر لأي أحد، وإنها هي كما أن أباها سلام الله عليهما وآلهما أتى بالوحي وأتى بالقرآن الكريم، إن الصديقة الطاهرة سلام الله عليها كأبيها، إنها سلام الله عليها أحيت الدين، وإنها سلام الله عليها أرشدت الناس والخلائق إلى طريق الله وطريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وولاية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. من جملة تلك الحجج الواضحة أعزتنا المشاهدين نستدل عليها في هذه الحلقة بالاختصار، وهذه الحلقة الحلقة الأولى التي تصل إليكم بعد شهور من انقطاع هذا البث الشريف بسبب عداوة بعض الناس الذين انحرفوا عن سبيل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وإن هذا البث كان فيه تأخير لمدة. أعزتنا المشاهدين، إن الله تبارك وتعالى
سمى وإنه وصف الذين يؤذون الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم كفرة فجرة خارجين عن الدين، وإنهم ملعونون، وإنهم يدخلون النار. فقال الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا. وعد لهم عذابا مهينا، إن الذين يؤذون الله ورسوله، إن إذاء الله تبارك وتعالى كيف يمكن؟ الله تبارك وتعالى عند الفرقة العمرية بل بشكل الرجل، لأنهم يقولون إن الله خلق آدم على صورته، فإن الله بصورة بشر، بصورة الإنسان، ولكن هو يعيش في السماوات العلى عند الفرقة العمرية، بالأخص السلفية منهم، ولكن العشرية يخالفونهم في تلك الأمور في بعض الأحيان. ولكن إن مرجع قول العشعري أيضا بتجسيم الله تبارك وتعالى، وإن لم يكن يعترفوا بألسنتهم، عندهم إن الله تبارك وتعالى في السماوات في صورة البشر، له رأس وله لحية وله عينان وله يدان وله رجلان، وإنه يوم القيامة يضع رجله وقدمه في نار جهنم فيقول هل من مزيد. بل أعزتنا المشاهدين، فكيف يمكن أن يؤذى الله تبارك وتعالى وهو كبشر في السماء؟ وعندنا نحن إن الله تبارك وتعالى غالب على كل شيء، وإن الله تبارك وتعالى ليس بجسم ولا بجسماني، وإن الله تبارك وتعالى لا تحل في الأشياء، وإن الله تبارك وتعالى خارج على الأشياء ليس كخروج شيء عن الشيء، وإن الله تبارك وتعالى عالم بجميع الأشياء وحاضر في جميع الأمكنة، ولكن ليس كدخول شيء في شيء، فهو تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وهو اللطيف الخبير تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى لا عند القوم الذين هم بلا شك وبلا ريب مجسمة، كما يظهر، بل إن القوم وإن كانوا يأبون أن يسموا مجسمة، ولكن بلا شك وبلا ريب إنهم يقولون بجسمية الله تبارك وتعالى، وإن لم يكونوا يعترفوا بلفظة الجسم. ولا فإن كيف يمكن إيذاء الله تبارك وتعالى؟ فإن إيذاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو إيذاء الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى لا يؤذى. إن الذين يؤذون الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فالذين يطيعون الرسول هم من أطاع من بل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإطاعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وطاعة الرسول عين طاعة الله تبارك وتعالى. فكذلك نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونصرة الله تبارك وتعالى. بل كما يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله تبارك وتعالى. فنصرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نصرة الله تبارك وتعالى، وكذلك طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طاعة الله تبارك وتعالى، وكذلك عداوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلا شك وريب هو عدوان لرب العالمين، وكذلك القتال على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو القتال على الله تبارك وتعالى، لا يشك في ذلك إلا من كان كافرا مشركا. فكذلك عزتنا المشاهدين أذية الرسول صلى الله عليه وآله، إيذاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإغضاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إغضاب الله تبارك وتعالى وإيذاؤه. إن الذين يؤذون الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ما هو مكانتهم في الإسلام؟ وما هو مرتبتهم في الدين؟ وما هو مقامهم عند الله؟ وعند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا وفي الآخرة؟ إن الآية المباركة في سورة الأحزاب يبين لنا ويجيب عن هذا السؤال. يا أيها الناس استمعوا جيدا وافهموا،
إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. إن الذين يؤذون الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقلنا إن إيذاء الله محال، فهو إيذاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو إيذاء الله تبارك وتعالى، فهو من باب المبالغة والتأكيد على حرمة إيذاء سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. فإن إيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو عداوة وعدوان على الله تبارك وتعالى. فمن يرتكب هذه الجريمة وماذا مرتبته في الدنيا؟ ملعون في الدنيا. ما هو مقامه في الآخرة؟ مقام في الآخرة أنه ملعون في الآخرة. وماذا يكون مصيره؟ لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، العذاب الذي يهينهم ويخففهم ويحقرهم. إن الله تبارك وتعالى أعد لهم تلك العذاب. فيا أيها الناس، إن شاء الله في هذه الحلقة نبين لكم بأسانيد صحيحة من كتب العمرية. وأنتم أيها القوم، أيها الفرقة العمرية، تسمون أنفسكم أنكم أهل السنة، فأي سنة هذه؟ فنحن نحتج عليكم دائما بالآثار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي رواها علماؤكم وحفاظكم ومحدثوكم. دائما نريكم ذلك، وما تركنا شيئا يا أيها الناس، سواء في إمامة أهل البيت الأطهار عليهم السلام وعصمتهم ووجوب طاعتهم ووجوب التمسك بهم ووجوب نصرتهم. فكرارا ومرارا بأحاديث صحيحة كثيرة أثبتنا هذا الأمر، ومن ناحية أخرى أثبتنا لكم كرارا ومرارا بأسانيد صحيحة من كتبكم أن غاصبي حق أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وغاصبي فدك الذين ظلموا سيد المسلمين ويعصوب الدين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وجلسوا في مسنده سلام الله عليه، وقعدوا على منبره، المنبر الذي جعله الله تبارك وتعالى لأمير المؤمنين عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنهم لا شك الروايات التي في كتبكم يثبت كفرهم وزندقتهم وإلحادهم، وإننا أثبتنا ذلك كرارا ومرارا. فهل أنتم يا أيها القوم كرار؟ وهذا حجة عليكم، وما على الرسول صلى الله عليه وآله إلا البلاغ المبين. إن آمنتم لا ينفعني شيئا، وإن كفرتم ورفضتم الحجج التي نلقي إليكم من كتبكم هذا أيضا لا تضرني شيئا. إذا آمنتم فهذا ينفعكم، وإذا رفضتم فإن يوم القيامة حق، وإن الله تبارك وتعالى جعل جهنم مصير الكافرين. يا أيها القوم نلقي إليكم حججا، والله العظيم إن تلك الحجج لو اجتمعت علماء مكة المكرمة وعلماء المدينة المنورة وعلماء الأزهار، ولو إن ساعدكم تلكم أصحاب الأمائن أيضا، نقسم بالله العظيم لا يمكنكم الرد ولا يمكنكم الإبطال ولا يمكنكم أن تأتوا بما يلقي خدشة في تلكم الحجج التي نحن الآن بصدد بيانها. والحجة هكذا بالاختصار: الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قال في أحاديث صحيحة إن الله تبارك وتعالى يغضب لغضب فاطمة الزهراء أم أبيها سلام الله عليها، وتلكم الأحاديث الصحيحة. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لا يشك في صحة كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يأبى عن تصديق حديث النبوي صلى الله عليه وآله وسلم إلا من كان كافرا ملحدا زنديقا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرضى لرضا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وهذا الأحاديث أيضا صحيحة. وأيضا قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم
إن فاطمة الزهراء سلام الله عليها بضعته صلى الله عليه وآله ما يغضبه صلى الله عليه وآله وسلم ما يغضبها، وكذلك يؤذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يؤذي الزهراء سلام الله عليها. هذا من ناحية أعزتنا المشاهدين، فهذا مكانة الزهراء سلام الله عليها وفقرات من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيان مراتبها عند الله وعند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا سواء عن آية التطهير سورة هل أتى وسورة الكوثر وغيرها من مدائح الله ومدائح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتوقير النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بأنه كان يقبل يدها سلام الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها. فتلكم الأحاديث بكل وضوح أعزتنا المشاهدين يجعل غضب الله وغضب الرسول وأذية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مدار غضب الصديقة الطاهرة سلام الله عليها، ومدار أذيتها، ومدار عداوتها سلام الله عليها. وفي أحاديث أخرى أعزتنا المشاهدين جاءت عن طرق الفرقة الأمرية إن الصديقة الطاهرة سلام الله عليها غضبت على أبي بكر وماتت الزهراء سلام الله عليها وهي غاضبة على أبي بكر، ولم تكلم أبا بكر حتى توفيت سلام الله عليها. فلأن غضب الزهراء سلام الله عليها غضب الله وغضب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإيذاؤها إيذاء الله وإيذاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبما أنه ثبتت بأحاديث صحيحة إن حتى هي توفيت ولم تكلم أبا بكر حتى توفيت سلام الله عليها، هذا تثبت أن أبا بكر بل إن الله غاضب عليه والرسول صلى الله عليه وآله وسلم غاضب عليه، وهو مصداق من مصادق هذه الآية الكريمة إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وهذا إثبات كون أبي بكر ملعونا كافرا في نار جهنم مغضوبا عليه بغضب من الله وغضب من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يثبت كون إمامته كما إنه غير منصوص عليه كما يعترف به الفرقة العمرية، ولا يوجد عندهم أي دليل على تصحيح خلافته، فكما كانت إمامته وخلافته من الأساس بلا دليل بل خلاف آيات القرآن الكريم، لأن الإمامة لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فعزتنا المشاهدين بما نثبت كفر الرجل والكافر لا يمكن أن يكون الخليفة بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مذهب العمرية من الأساس يصبح هباء منثورا أعزتنا المشاهدين. وأما تفصيل الكلام إن شاء الله الآن نلقي إليكم فاستمعوا لنا. كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري الجزء الثالث طبع دار الفكر. أين أنتم أيها الفرقة العمرية؟ أين أنتم من تلكم الحجج النيرة؟ لماذا لا تؤمنون بالله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما لكم لا تصدقون نبيكم وقرآنكم؟ ما لكم؟ هل وجدتم نبيا أصدق وأفضل وأقرب إلى الله من محمد بن عبد الله الهاشمي العربي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل وجدتم ذلك؟ إذا لم تجدوا نبيا أفضل وأقرب إلى الله من سيد الأنبياء وخاتمهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما لكم؟ لماذا لا تؤمنون؟ لماذا؟ هل ألستم كقوم إبراهيم عليه السلام رأوا بأعينهم إن نمرود ألقى إبراهيم عليه السلام بالمنجنيق في وسط النار وشعل النار ترتفع كالجبال، ألقوا إبراهيم عليه السلام بالمنجنيق في وسط النار والنار تشتعل وترتفع قبساته وشعله كالجبال،
ثم رأوا إن النار أصبح لإبراهيم عليه السلام بردا وسلاما، بردا وسلاما. مع ذلك لم يؤمنوا ولم يصدقوا بإبراهيم عليه السلام إلا القلائل منهم. فما لكم أيها القوم، أيها الفرقة العملية، ما لكم؟ الحجج أمامكم واضحة، وإن الله تبارك وتعالى سوف يحاسبكم ويسائلكم، وإن يوم القيامة حق، ومن لم يأتي يوم القيامة بإيمان صحيح فمصيره إلى النار بلا شك وبلا ريب. فما لكم لا تصدقون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتتركون المطهرين من أهل بيت سيد الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتتبعون الخنازير؟ لماذا العاقل يفعل ذلك؟ المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري المعروف بالحاكم. الجزء الثالث طبع دار الفكر، طبع في سنة 1430 دار الفكر بيروت. أعزتنا المشاهدين، كتاب معرفة الصحابة، ذكر مناقب الصديقة الطاهرة الحوراء الإنسية أم أبيها وأم الأئمة الطاهرين الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليهما وآلهما، بني حديث 4791 عن عائشة أنها قالت، وقال هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه، 4791 4791 قال الذهبي في التلخيص كذا قال، أي على شرط الشيخين، بل صحيح. فإن الذهبي لم يقر بأنه ولا شرط الشيخين، ولكن أقر بأنه حديث صحيح. أيها الناس انظروا، ما رأيت أحدا كان أشبه كلاما وحديثا من فاطمة سلام الله عليها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت إذا دخلت عليه رحب بها وقام إليها فأخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه. فإن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كان يرحب بالزهراء ويقوم إليها سلام الله عليها ويأخذ بيدها ويقبل يدها. وإننا صححنا أحاديث تقبيل اليد فيما مضى، بل في حلقات خاصة بتلك الموضوع، ولكن الحديث الذي نريد أن نريكم في هذه الحلقة أعزتنا المشاهدين هو هذه 4789 يروي بسنده. حدثنا حسين بن زيد بن علي عن عمر بن علي عن جعفر، وهو مولانا الإمام الصادق بحر الحقائق القرآن الناطق سلام الله عليه، عن جعفر بن محمد سلام الله عليهما وآلهما، عن أبيه محمد بن علي باقر علوم النبيين سلام الله عليه، عن علي بن الحسين زين العابدين وسيد الساجدين سلام الله عليهما وآلهما، عن أبيه وهو سيد شباب أهل الجنة الإمام الشهيد الحسين بن علي سلام الله عليه وعلى أهل بيته، عن أبيه أمير المؤمنين علي عليه السلام قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة الزهراء سلام الله عليها، إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك، إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. أعزتنا المشاهدين، هل هذا الحديث صحيح؟ أولا إن هذا الحديث بل أعزتنا المشاهدين صحيح، لأنه جاء مثلها في البخاري، إن الزهراء سلام الله عليها بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها، بل وجاء أيضا في مسلم ذلك الحديث، فالحديث بل معناه متقاربة، فذلك يثبت ما غض النظر عن هذا السند، ولكن هذا السند بنفسه صحيح. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه البخاري ومسلم. 4789 قال الذهبي في تلخيص المستدرك، فالحسين منكر الحديث،
من هو حسين ابن زيد بن علي؟ لماذا هل يا ذهبي هل أنت تعرف الحسين شخصيا؟ لا يعرفه شخصيا، لأن الذهبي أتى بخمسمائة سنة متأخرا أو ستمائة سنة متأخرا عن حسين ابن زيد بن علي، لا يعرفه شخصيا، ولكن يرجع إلى قول من كان قريب العهد من الذهبي نفسه، وهو أيضا ليس رجل معروف، وهو ابن الملقن، وابن الملقن لا يعرف بأنه أحد أساطين الجرح والتعديل، ولكن يرجع إلى قوله لأن الذهبي رجل ناصبي متعصب لا يريد أن يقر ويعترف بفضائل الصديقة الطاهرة سلام الله عليها. يقول بل حسين منكر الحديث لا يحل أن يحتج به، وهو قول ابن الملقن، ابن الملقن قال ذلك. ومنذ متى أصبح يا ذهبي قول ابن الملقن حجة في هذه المسألة؟ ونحن نثبت لكم إن الذهبي، وأثبتنا لك ذلك كرارا ومرارا، إن الذهبي رجل ناصبي، وإن أساس المذهب العمرية هذا لا يستقيم إلا بالنصب، وإلا بعداوة أهل البيت عليهم السلام، وإلا بكفر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما هل هذا حسين؟ أنت ترجع إلى قول ابن الملقن الذي رجل الذي لا يعرف بأنه خبير بالجرح والتعجيل وبعيد العهد كمثل الذهبي عن عصر حسين بن زيد، ولا ترجع إلى بقية الرجال من أعلام الفرقة العمرية. هذا موسوعة أقوال أبي الحسن دار قطني في رجال الحديث وعلله، تبع عالم الكتب. وأنتم تعرفون أعزتنا المشاهدين أن دار قطني من أعاظم الفرقة العمرية في معرفة أحاديث الصحيحة من الأحاديث السقيمة، ومن الرجال المجروحين، من الرجال الثقات الأضباط. في هذا الكتاب أعزتنا المشاهدين في صفحة 213 إنه يسأل عن سند هذا الحديث، الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب سلام الله على الأئمة الطاهرين أبو عبد الله الكوفي. قال البرقاني قلت للدار قطني الحسين بن زيد بن علي بن الحسين عن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام، فقال كلهم ثقات، كلهم ثقات. فهذا توثيق واضح من أحد أعلام الفرقة العمرية لحسين ابن زيد ابن علي. أعزتنا المشاهدين، وهذا الحديث الذي أنتم رأيتم عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، عن الإمام محمد بن علي باقر علوم النبيين عليه السلام، عن الإمام زين العابدين سيد الساجدين علي بن الحسين عليه السلام، عن الحسين بن علي ابن أبي طالب سيد الشهداء سيد الشباب أهل الجنة سلام الله عليهم أجمعين، عن مولانا سيد المسلمين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم الصلاة والسلام، وهو يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سند هذا كله نور، سند هذا كله إعجاز، كله بركات. هذا أسامي أركان عرش الله تبارك وتعالى، وشهد بذلك أعلام الفرقة العمرية، فرقة العمرية، ونحن نريكم ذلك. هذا كتاب الصواعق المحرقة للعالم العمري ابن حجر الحيتمي المكي من أعلام الفرقة العمرية، والمعترف عندهم بمعرفة الأحاديث ومعرفة الأسانيد. وهذا الكتاب إنه صنفه في الرد على الفرقة الحقة الناجية الشيعة الاثني عشرية. الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة لابن حجر الحيتمي. بل طبع مكتبة القاهرة في شركة الطباعة الفنية المتحدة. في هذا الكتاب هو ينقل حديثا
عن مولانا الإمام الرضاع علي بن موسى الرضا سلام الله عليهما وآلهما فقال حدثني أبي موسى الكاظم عليه السلام عن أبيه جعفر الصادق عليه السلام عن أبيه محمد الباقر سلام الله عليه عن أبيه علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام عن أبيه الحسين سلام الله عليه عن أبيه أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم قال حدثني حبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثني جبرائيل سمعت رب العزة يقول لا إله إلا الله حصني فمن قالها دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي ثم أرخى الساتر وسار بل فعد أهل المحابر والدواء الذين كانوا يكتبون فأنافوا على 20,000 وفي رواية أن الحديث المروي الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأكان ولعلهما واقعة قال أحمد وهو أحمد بن محمد بن حنبل إمام الفرقة الحنابلة قال لو قرأت هذا الإسناد على مجنون لبرئ من جنته هذا السند سند المعجزات سند البركات سند الكرامات لو قرأنا على الذي جن بمرض الجنون لأفاق من جنونه وأيضا روى هذا القول عن أحمد أبو نعيم الإسبهاني في تاريخ إسبهان ذكر أخبار الإسبهان للحافظ أبي نعيم الإسبهاني صاحب كتاب حلية الأولياء المجلد الأول الناشر دار الكتاب الإسلامي في هذا الكتاب في سنة في صفحة 138 يروي سندا عن مولانا الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام كنت مع علي بن موسى الرضا عليه السلام ودخل نيسابور راكبا بغلة شهر راكبا بغلة شهداء إلى آخره قال حدثنا بحديث سمعته من أبيك قال حدثني أبي العدل الصالح موسى بن جعفر سلام الله عليهم أجمعين بنفس السند عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال أبو نعيم الإسبهاني واستمعوا جيدا وقال أبو علي قال لي أحمد بن حنبل إن قرأت هذا الإسناد على مجنون برئ من جنونه وما عيب هذا الحديث إلا جودة إسناده هذا حديث الله أكبر أحسن الأحاديث سندا أحسن الأحاديث سندا كل إمام من أئمة آل محمد عليهم الصلاة والسلام يروي عن إمام آخر وكل واحد منهم طاهر مطهر بآية التطهير سلام الله عليهم أجمعين كما إن الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني في معجمه الكبير يقول هذا أحسن إسناد رأيته يقول في حديث إن الله يغضب لغضبك غضبك ويرضى لرضاك خطابا للزهراء سلام الله عليها في ذيل ذلك الحديث ونحن نريكم إن شاء الله يقول ها هي نريكم الآن المعجم الكبير للحافظ الطبراني المعجم الكبير للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني المجلد الأول طبع دار إحياء التراث العربي طبع في سنة 1430 في دار إحياء التراث أعزتنا المشاهدين باب نسبة علي بن أبي طالب سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء صفحة 73 حديث 182 يروي بسنده حدثنا حسين بن زيد بن علي عن علي بن عمر بن علي عن جعفر بن محمد عليهم الصلاة والسلام عن أبيه عن علي بن الحسين سلام الله عليهم أجمعين عن حسين بن علي سلام الله عليهم أجمعين عن علي سلام الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة الزهراء سلام الله عليهم أجمعين إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك ما هو حكم هذا الحديث؟ 182 في هامش الأصل
إن المصنفة سليمان بن أحمد الطبراني كتب في هامش المخطوطة بيده هذا حديث صحيح الإسناد. الله أكبر، هذا الحديث صحيح الإسناد وروي من طرق عن علي عليه الصلاة والسلام، روي بعدة طرق عن سيد المسلمين ويعصو بالدين وقائد الغر المحجلين الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وآله ولا يزال من رسول الله صلى الله عليه وآله بمنزلة هارون من موسى. سلام الله على هارون وموسى، وسلام الله على سيد الأنبياء وسيد الأوصياء وعلى أهل بيتهما، ولعنة الله على منكر فضائلهما. رواه الحارث عن علي عليه السلام وروي مرسلا، وهذا الحديث أحسن شيء رأيته وأصح إسناد قرأته. هذا الحديث أحسن شيء رآه الحافظ الطبراني وهو حافظ مكثر الرواية، وإن الذهبي في سير الأعلام يسميه محدث الإسلام، محدث الإسلام علم المعمرين. سليمان بن أحمد الطبراني كان معاصرا لابن جرير الطبري وأمثاله، لا بأس بأن نريكم ترجمته. سير أعلام النبلاء للذهبي الناصبي جزء 16 تبع الرسالة، في هذا الكتاب في صفحة 119 الطبراني هو إمام الفرقة الأمرية، الحافظ الثقة، الرحال الجوال، محدث الإسلام، علم المعمرين، أبو القاسم سليمان ابن أحمد ابن أيوب الطبراني، هذا هو محدث الإسلام يسميه، فهو مكثر الحديث. مع ذلك يقول أحسن شيء رآه وأصح الأسانيد الذي قرأه هو هذا الحديث. إن الله يغضب لغضبك يا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وإن الله يرضى لرضاك يا زهراء سلام الله عليها. ثم يقول إن الذهبي الناصري لنصبه وعداوته لآل محمد عليهم الصلاة والسلام يقول حسين منكر الحديث. قاله ابن الملقن، من هو ابن الملقن؟ ناصبي مثلك يا ذهبي يا حرامي. وقد شهد على نصب الذهبي بكلمات واضحة أحد الأعلام الفرقة العمرية الذي في العلم والتحقيق بمنزلة الحافظ ابن حجر العسقلاني، كما شهد بذلك كثير من أعلام العمرية، وهو أحمد بن محمد بن الصديق الغماري صاحب كتاب فتح الملك العلي وكتب أخرى من المحدثين الكبار من المغاربة في الآوان الأخيرة. ونحن نريكم أولا ترجمته ثم ماذا هو شهد بنصب الذهبي. البحر العميق في مرويات ابن الصديق طبع دار الكتاب دار الكتبي. في هذا الكتاب أعزتنا المشاهدين انظروا ماذا يقول عنه الأعلام العمرية، ومن مميزاته وفضائل ابن الصديق الغماري بلوغه في الحديث إلى درجة الحفاظ الأقدمين أهل النقد والتحرير والاجتهاد والتحقيق والتحقيق فيه بما لم يصل إليه أحد من المحدثين بعد الحافظ ابن حجر والسخاوي. هذا ابن الصديق الغماري وكتبه يشهد على فضله، وكتبه يشهد على فضله وخبرته بالأحاديث، رجل محقق قليل النظير بلا شك وبلا ريب. ومنها بلوغه في الحديث إلى درجة الحفاظ الأقدمين، هو متوفى سنة 1380 يعني قبل 57 سنة مات في من المغاربة من الأزهريين، كان نزيل الأزهر وأيضا يرتحل كثيرا إلى المغرب.
ومنها بلوغه في الحديث إلى درجة الحفاظ الأقدمين أهل النقد والتحرير والاجتهاد والتحقيق فيه بما لم يصل إليه أحد من المحدثين بعد الحافظ ابن حجر والسخاوي، بل وفي بعض المسائل له اليد المطلقة أكثر منهما، له اليد المطلقة أكثر منهما، وإن لم يصل في درجة الحفظ والاطلاع إلى درجتهما لعدم وجود الوصول التي وقف عليه. ولو تيسرت له الأصول، يعني الكتب المخطوطات التي تيسرت لهما، لمنحت رتبته عنهما. فهذا أعزته، هذا ابن صديق الغماري. يقول ابن صديق الغماري في كتاب الفتح الملك العلي بصحة حديث باب مدينة العلم سيد المسلمين علي سلام الله عليه، تأليف أحمد بن محمد بن صديق الغماري، طبع أزهر في سنة 1354، يقول في صفحة 99، انظر 99، يقول 98، وأما الذهبي فلا ينبغي أن يقبل قوله في الأحاديث الواردة بفضل علي عليه السلام، لا يجوز قبول قول هذا الرجل الناصبي الحرامي، لأنه حرامي. لماذا؟ لمن ينكر الأحاديث في فضل آل البيت عليهم الصلاة والسلام وإن كانت صحيحة، هذا يدل إلى أنه يعاند أهل البيت عليهم السلام. وهذا مسلم: لأحد النبي الأمي إليه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وسبحان الله، إمام أئمتهم في الحديث منافق. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. صحيح مسلم، بل سقيم مسلم، لمسلم الحجاج القشيري النيسابوري، طبع دار الفكر، طبع في سنة 1432 دار الفكر بيروت، صفحة 62، حديث رقم 78. بلي عن زر قال: قال سيد المسلمين ويعسو بالدين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي عليه السلام والذي فلق الحبة وبرع النسمة إنه لأحد النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وقال الله تبارك وتعالى: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. منافق حتما كاذب، منافق حتما يكذب ويفتري على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وآله. وهذا ذهبي، وهو كلهم عيال الذهبي، الفرقة العمرية كلهم عيال الذهبي في تصحيح الأحاديث ومعرفة رجال الصحيح ورجال الثقات عن المجروحين، يرجعون إلى كتب الذهبي، لسان ميزان الاعتدال، تاريخ الإسلام، الكاشف للذهبي، يرجعون إلى كتبه الكثيرة الذي هو كتبه في معرفة المحدثين. فيقول: وأما الذهبي فلا ينبغي أن يقبل قوله في الأحاديث الواردة بفضل علي عليه السلام، لا، فهذا خير دليل أن الرجل منافق، وأن الرجل منافق، وإن بل وهذا يثبت لأنهم جميع بأجمعهم عيان للذهبي، والذهبي منافق، والمنافق بنص القرآن كذاب، فإنه جميع دينهم ومذهبهم كل ما يروون من السنة كله غير معتمد عليه إلا ما وافق مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذا واضح، والله العظيم هذا الأمور أنا لا أفرط في هذا الأمور، هذا ليس إفراط ولا تفريطا، هذا حق واضح جلي. إن القوم بل نبذوا دين الله ودين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وراء ظهورهم حينما تركوا إمامة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وأما الذهبي فلا ينبغي أن يقبل قوله في الأحاديث الواردة بفضل علي عليه السلام، فإنه لا سامحه الله كان إذا وقع نظره عليها، على الأحاديث الواردة بفضل علي عليه السلام، اعترته حدة
أتلفت شعوره وغضب أذهب وجدانه حتى لا يدري ما يقول، وربما سب ولعن من روى فضائل علي عليه السلام. فهمتم؟ وعنده كلام طويل لهذا الرجل. فأعزتنا المشاهدين، وإن ابن صديق الغماري له كلام لا بأس بأن نريكم في ترتيب أفضلية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كلامه يناسب حلقتنا هذا. البحر العميق من مرويات ابن الصديق، تأليفه أبي العباس أحمد بن محمد بن الصديق الغماري. في هذا الكتاب في مقدمته أعزتنا المشاهدين انظروا في صفحة 117 يقول المحقق في عقيدة ابن الصديق الغماري في مسألة الأفضلية في الصحابة على النحو المشهور لا دليل عليها. إن الأفضلية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على النحو المشهور الذي لدي جمهور لدي العمرية، يقول أفضل الناس أبو بكر الذي نزل في كفره سورة الحجرات لا يوجد منه خدمة في الدين إلا تحريق بيت أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، غصب حق أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، لا يعرف أدنى مسائل الشرعية، لا يعرف ميراث الجد والجدة والعم والخالة، لا يعرف المسائل الشرعية، لا يعرف معناه فاكهة وأبا. هذا بعده. ثم عمر الذي اعترف وقال فلقد رأيتني أنزو كأنني أروى، وإن الرجل لا يعرف التيمم، وأنتم تعلمون أعزتنا المشاهدين إن أدنى المسلمين يعلمون التيمم، وهذا الرجل بعدما علمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التيمم لما كان يدري التيمم، والرجل كان شريبا للخمر حتى اليوم الذي ذهب إلى جهنم يشرب الخمر طول حياته. ونحن إن شاء الله نتكلم عن شر خمره، وتكلمنا عن ذلك فيما مضى. وللفرقة العمرية الذين يريدون أن يردوا علينا في الإنترنت عليهم أن ينقلوا جميع حججنا، لا تقطعوا كلامنا، تروون بعض كلامنا وتتركوا أكثر كلامنا، ثم تقولون إن الحسن حسن الله ياري حججه ضعيفة يحتج بأحاديث واهية. انقلوا جميع كلامنا، إذا أنا تكلمت على موضوع فإذا أقمت له 10 أدلة فعلى الأقل الأدلة المهمة منها اذكروها ثم ردوها، فأنى لكم ذلك أيها الفرقة العمرية، أنى لكم ذلك أن تردوا على هذا العبد الحقير الفقير. وكذلك العلماء أصحاب العمائم الذين يخالفوننا، سبحان الله سبحان الله، ليس لا لكبيرهم وليس لا لصغيرهم جرأة أن يردوا علينا، سواء أن يتكلموا خلف ظهورنا الحمد لله رب العالمين. وإن هذا العصر عصر الشعور والمعلومات والعلم، وإن الناس سوف ينتبهون ويعرفون الحق. يا أصحاب العمائم استيقظوا من نومتكم، لا تجدون أئمة خيرا من آل البيت عليهم الصلاة والسلام، واتركوا بدعاتكم وارجعوا إلى كلام أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. من والى علي عليه الصلاة والسلام فانصروه، ومن لم يوالي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فلا تجعلوه أنفسنا أيها الفسقة. على كل حال أعزتنا، بل وعقيدة المصنف في مسألة الأفضلية في الصحابة على النحو المشهور، ويعتقد أن أفضل هذه الأمة على الإطلاق بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم من هو؟ ابنته فاطمة سلام الله عليها، وولداها الحسن والحسين، وأبوهما علي عليهما السلام رضي الله عنهم أجمعين. لأنه إن كانت أفضلية بالنسب فهم أشرف الخلق نسبا، سبحان الله. لو كانت الأفضلية بالنسب فهم أشرف الناس نسبا. من أبو فاطمة الزهراء سلام الله عليها؟ سيد الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال قائل يوجد هنالك شرف ونسب أشرف وأمجد
من شرف رسول من نسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا ريب ولا شك إنه كافر، إنه كافر أيها الفرقة العمرية. فبأي ميلاك وميزان جعلتم أبا بكر أفضل من آل البيت عليهم السلام؟ إذا كان بالشرف بالنسب فهم أفضل الناس نسبا، إذا كان بالإيمان فهم الذين يجب على جميع الناس اتباعهم في الإيمان. إني تارك فيكم من إن أخذت به لن تذلوا بعد أبدا كتاب الله وعترة أهل بيتي. إذا كان بالعلم فهم أئمة الناس أجمعين بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، من أطاع عليا عليه السلام فقد أطاعني ومن عصاه عصاني. فمن كان إطاعته طاعته عين طاعة النبي صلى الله عليه وآله وعين طاعة الله تبارك وتعالى، ومعصيته عين طاعة الله ومعصيته عين معصية الله ومعصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلا شك ولا ريب إنه إمام الكل في العلم وفي وجوب الطاعة. وما يدل على علمهم سلام الله عليهم أجمعين. أعزتنا المشاهدين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله تبارك وتعالى وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، مطهرون آل البيت عليهم السلام، لا يمس القرآن الكريم إلا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام والقرآن الكريم، بل تبيان لكل شيء، وما فرطنا في الكتاب من شيء ففي الكتاب كل شيء، أعد بيان كل شيء. فعلم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام إنهم بسعة علم القرآن الكريم، والقرآن بيان لكل شيء. على كل حد نقرأ هذا الكلام ثم نرجع إلى أصل المطلب، لأنه إن كانت الأفضلية بالنسب فهم أشرف الخلق نسبا، وإن كانت بالصحبة فهم أعرق الصحابة فيها، وإن كانت بالعلم فهم معدنه ومن صدورهم تتفجر منابعه، وهم وأعلم الصحابة على الإطلاق. الله أكبر، أنا مدينة العلم. سلوني قبل أن تفقدوني أيها العلماء أصحاب الأمائن. لماذا هذا النفاق نرى منكم؟ لماذا تتركون طريق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ لماذا تركتم سبيل الإيمان، سبيل الدين، سبيل اتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ يا أصحاب الأمائن، الدين كله اتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولكنكم تركتم تلكم الطريق وتحللون من تلقاء أنفسكم وتحرمون من تلقاء أنفسكم وتجعلون أنفسكم في مقام الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، فتبا لكم أيها الكفرة. وإن كانت بالعلم فهم معدنه ومن صدورهم تتفجر منابعه، وعالم الصحابة على الإطلاق علي عليه السلام. وإن كانت بالثواب في الآخرة فما نال أحد ثوابا إلا بمحبتهم واتباع جدهم صلى الله عليه وآله وسلم، وما محال أن يكون بشر من هذه الأمة مع النبي صلى الله عليه وآله في درجته في الجنة، وفاطمة سلام الله عليه بضعته وأحب الخلق إليه، والحسن والحسين سلام الله عليهما ريحانتاه من الدنيا، دون ذلك الغير كائنا ما كان ما عدا الأنبياء والمرسلين، بل وبقية بناته ثم زوجاته ثم بعدهم يأتي التفصيل التفضيل المذكور. فأعزتنا المشاهدين، إن كلام الذهبي في تنقيص تلك الحديث هذا إذا دل على شيء دل على كفر ذلك المنقص. ورأيتم الحديث في المعجم الكبير للطبراني، وقد أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد وحكم على حسن الحديث، والحديث الحسن عند الفرقة العمرية وحفاظهم حجة كالحديث الصحيح. انظروا أعزتنا المشاهدين، ماذا قال الحافظ ابن حجر ونص وصرح. والحافظ ابن حجر من أعيانهم وأئمتهم، وإن الحافظ ابن حجر هو الرجل الذي جميع الفرقة العمرية عيان عنده وعيال له، كما إنهم عيان للذهبي. توضيع الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار تأليفه.
العلامة البارع، بل محمد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني صاحب سبل السلام. طبع مكتبة السلفية في المدينة المنورة في هذا الكتاب عايزتنا المجلد الأول في صفحة 116. يروي عن حافظ ابن حجر قال ابن حجر بعد اللتيا والتي قال إن الحسن لذاته في الاحتجاج به مثله، أي مثل الصحيح اتفاقا، إن الحديث الحسن في ذاته في الحجية كالحديث الصحيح بالإجماع، بالإجماع بلا خلاف، أي خلاف بلا أي خلاف بين الفقهاء والمحدثين والحفاظ. ثم قال الحافظ ابن حجر في كتاب النكت، انظر النكت على كتاب ابن الصلاح للحافظ ابن حجر العسقلاني المجلد الأول في هذا الكتاب أعزتنا المشاهدين في صفحة 78 أو عفوا 401. إن المصنف وهو ابن الصلاح وغير واحد نقلوا الاتفاق، الاتفاق أي الإجماع، يعني إثباق الكل على هذا الرأي وعلى هذا القول، على أن الحديث الحسن يحتج به كما يحتج بالصحيح، أن الحديث الحسن حجة كالحديث الصحيح، حجة كالحديث الصحيح. إذا ثبتت ذلك فانظروا ماذا قال الهيثمي في ذيل هذا الحديث في مجمع الزوائد. ها هي مجمع الزوائد أيها العمرية، انظر مجمع الزوائد الجزء التاسع طبع دار الفكر للحافظ الهيثمي، طبع في سنة 1414 في دار الفكر في هذا الكتاب في صفحة 328. حديث رقم 15204 وعن سيد المسلمين ويعصوب الدين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للحوراء الإنسية أم أبيها فاطمة سلام الله عليها ورضي الله تعالى عنها إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك، رواه الطبراني وإسناده حسن. ويا يا هيثم الطبراني شهد هذا أحسن حديث رآه وأصح إسناد قرأه، فعلى كل حال سواء حسن سواء صحيح الحديث حجة بلا شك وبلا ريب بنفسه، فضلا إنه قد ورد ب ألفاظ أخرى في البخاري ومسلم، وقد رواه الحافظ أبو نعيم في فضائل الخلفاء، فضائل الخلفاء الأربعة للحافظ أبي نعيم الإسبهاني طبع دار البخاري طبع سنة 1417 في هذا الكتاب أعزتنا صفحة 124. حديث 140 الفضيلة الخامسة يروي بتلك السنة، ومتن الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا فاطمة سلام الله عليها إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك سلام الله عليها. وأيضا رواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني. الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم المجلد الخامس تحقيق باسم فيصل أحمد الجويرح طبع دار الراية في سنة 1411 في هذا الكتاب أعزتنا في صفحة 363.
حديث رقم 2959 عن سيد المسلمين علي سلام الله عليه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لفاطمة رضي الله تعالى عنها وسلام الله عليها: إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك سلام الله عليه. وأيضا رواه السيوطي في جامعه والمتقي الهندي في كنز الأعمال والحافظ ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق وأبي يعلى الموصلي في معجمه لا بأس أن نريكم معجم أبي يعلى، وقد رواها الحافظ ابن عجر في الإصابة في معرفة الصحابة وغيره كثير روى ذلك الحديث. المعجم معجم شيوخ أبي يعلى الموصلي، ها هي طبعه دار المعمول للتراث في سنة 1410 في هذا الكتاب عزتنا المشاهدين. بلي حديث رقم 220 عن علي سلام الله عليه أن النبي صلى الله عليه وآله قال لفاطمة عليها السلام: يا فاطمة سلام الله عليها، إن الله عز وجل ليغضب لغضبك ويرضى لرضاك. فعزتنا المشاهدين، هذا ما ورد بهذه الصيغة في تلكم المتون الأصلية والمصادر الأصلية للحديث أريناكم الحمد لله وأثبتنا لكم صحتها. ثم ورد بأسلوب آخر أيضا أعزتنا المشاهدين، هذا كتاب سقيم البخاري وهم يسمونه صحيح البخاري، بل لأحد أبناء المجوس من الفرقة العمرية، بل سقيم البخاري لأبي عبد الله البخاري طبع دار إحياء التراث العربي طبع في سنة 1422، أما إنه من أبناء المجوس ترجمته البخاري وهو أبو عبد الله ابن فلان ابن فلان ابن برزبه الجعفي البخاري، بل وبرزبه بردزبه معناه الزارع، كان مجوسيا ومات على ذلك، مات على ذلك. فأيها الفرقة العمرية، نحن نتبع محمدا وآل محمد عليهم الصلاة والسلام، وأنتم وكثير من الشيعة هم من العرب، وكثير من الشيعة من غير العرب من فارس وغير فارس كثير الحمد لله رب العالمين. وأنتم هججكم واحدة تقولون إن الشيعة يخالفون ويعاندون أبا بكر وعمر لأن أبا بكر وعمر مثلا هجموا على الفارس، على الفارس، على الإمبراطورية الفارسية. يا أيها الحمقى، أيها الذين لا عقول عندكم، أيها المجانين، ماذا لكم؟ نعاند أبا بكر وعمر لأجل الإمبراطورية الفارسية، نعاندهم، نعاند أبا بكر وعمر ومن اتبعهما لانحرافهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لعداوتهم للدين، لخيانتهم للإسلام. اسمعوا لأدلتنا نستدل ونحتج عليكم من كتبكم أيها الفسقة. نعاند أبا بكر وعمر لما صدر منهما من الظلم والخيانة بحق آل البيت عليهم الصلاة والسلام، لأجل ذلك أمبراطورية فارسية، ما هذا الشغل لنا، لسنا بفارسي. أنتم الذين تتبعون المجوس وأبناء المجوس، بل بخاري مسلم ترمذي ابن ماجه القزويني كلهم من فرس، أبو داود السجستاني سيستان كله، بل صحيح البخاري. انظروا أيها الناس، صفحة 660 باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله ومنقبة فاطمة عليه السلام بنت النبي صلى الله عليه وآله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة
سيدة نساء أهل الجنة سلام الله عليها. حديث رقم 3714 عن المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فاطمة سلام الله عليها بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني سلام الله عليهما وآله. إغضابها، الله أكبر، إغضاب الرسول صلى الله عليه وآله، إيذاؤها، إيذاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الله أكبر. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وسوف نثبت لكم إن أبا بكر وعمر آذيا الزهراء سلام الله عليها وأغضب الزهراء سلام الله عليها، بل بوجوه متعددة: عداوتهما وظلمهما وإغضابهما وأذيتهما وإيذاؤهما للزهراء سلام الله عليها بوجوه كثيرة جدا. ثم قد روى البخاري في نفس الكتاب، أعزتنا المشاهدين انظروا، صفحة 667: باب مناقب ابنة رسول الله سيدة نساء أهل الجنة الحوراء الإنسية فاطمة سلام الله عليها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ثم الحديث رقم 3767: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعتهم مني، فمن أغضبها أغضبني صلى الله عليهما وآلهما. هذا ما رواه البخاري، وأيضا روى ذلك مسلم في سقيمه، سقيم مسلم، بل سقيم مسلم بنقل الحافظ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، والنيسابور مدينة في النجد قريب من الرياض. بل تبع دار الفكر، طبع في سنة 1432 دار الفكر بيروت. أعزتنا انظر: باب فضائل فاطمة سلام الله عليها بنت النبي سلام الله عليهما وآلهما. حديث رقم 6202 عن المسور بن مخرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما فاطمة سلام الله عليها بضعة مني، يؤذيني ما آذاها، أذيتها والأذية والإغضاب، بل إنه سبب ومسبب، لأن الإغضاب نتيجة للأذية، وربما كلا العبارتين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال، وكلا العبارتين حجة على العمرية. يؤذيني ما آذاه، فعزتنا إغضاب فاطمة الزهراء سلام الله عليها إغضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذيتها أذية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والآن النوبة وصلت إلى أن أبا بكر وعمر إنهما آذتا الزهراء سلام الله عليها، وأذيتها سلام الله عليها بوجوه عديدة: تهديد بالإحراق بالنار، وطبعا هذا فيه إهانة، وهي فيه استخفاف، وفيه تحقير، وفيه اعتداء، وفيه عداوة، وفيه بغض وحقد واضح، وهذا محله آخر، أنهم هددوا بيت الزهراء سلام الله عليها بالإحراق بالنار. ثم عزتنا المشاهدين إنهم هجموا على البيت، وهذا ثابت من مصادر الشيعة وأيضا من مصادر الفرقة العمرية، وهذا بحث طويل الآن ليس محله. ثم إنهم غصبوا حق أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وطبعا إن غصب الإمامة والخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان حقا لأمير المؤمنين عليه السلام، فغصبها إن ذلك كما إنه أذية لأمير المؤمنين عليه السلام فكذلك أذية للزهراء سلام الله عليها، لأن أمير المؤمنين عليه السلام إمام الزهراء سلام الله عليها وابن عمها وشريك حياتها، فهذا أيضا
بل يجعل الغاصبين لحق أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه الزهراء سلام الله عليها ومن الذين يؤذون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتالي بل يجعلهم من أهل النار. وأيضا بوجوه عديدة مما أثبتنا لكم إن أبا بكر وعمر أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم في سفرهم حين رجوئه من مؤتة، حينما رجع من المؤتة في العقبة في ليلة العقبة، إن أبا بكر وعمر وجمع من الصحابة حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا زهراء سلام الله عليها بذعة النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وعز الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إن أباها عند الزهراء سلام الله عليها أعز الناس وأكرم الناس وأحب الناس، فمن يريد أن يحاول أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكون سببا لأذية الزهراء وغضب الزهراء سلام الله عليها بلا شك وبلا ريب، وهذا واضح. ومن جملة وجوه غضبهم إغضابهم وأذيتهم للزهراء سلام الله عليها بما رفع صوتهما في نزول سورة الحجرات، فإن من يهين أباك، وأباك لست نبيا، أبوك لست نبيا، ولكن إذا أحد الناس لم يوقر أباك فإن ذلك يؤذيك، فكيف بالزهراء سلام الله عليها؟ إن أبا بكر وعمر رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأثبتنا ذلك من البخاري وغيرها من كتب العمانية كرارا ومرارا، فإن ذلك يكون سببا لأذية الزهراء سلام الله عليها، وذلك بل يكون نتيجته أنهما أبا بكر وعمر في النار. كما أنه نفس الأذية للرسول صلى الله عليه وسلم بمستقلا أيضا سببا للدخول في النار. أعزتنا المشاهدين، من جملة تلك الأدلة هو حديث القرطاس وحديث رزية الخميس، بما أن الرسول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته وهو مشرف على الموت أراد أن يكتب لهم كتابا لا يضلون بعده إلى يوم القيامة، فإن القوم رموه بأنه يهجر، وفي جملة القوم عمر موجود، وإن كثير من أعلام العمر اعترفوا بأن العمر هو الذي بلي صدر منه كلمة الكفر، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهدي ويحجر ويفحش في الكلام، وهذا كفر واضح، وطبعا إن هذا سبب لأذية رسول الله صلى الله عليه وآله، وكذلك سبب لأذية الزهراء سلام الله عليها. ولأن الله يغضب لغضب الزهراء ويرضى لرضاها سلام الله عليها، هذا يكون دليل إن مجرد غضب الزهراء مع قطع غض النظر عن أي دليل آخر، إن هذا دليل مستقل للذين بل هتكوا توقير النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يحترموه ورموه واتهموه ووصفوه بأنه يهجر، بأنهم مغضوبون بغضب من الله تبارك وتعالى. والأدلة كثيرة أعزتنا المشاهدين، أدلة جدا كثيرة، إن الزهراء سلام الله عليها وحياتها وسيرتها بل ميزان الحق والباطل، كما إن والدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو صراط الله الحميد، وكما أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هو صراط الله المستقيم. ومن جملة تلك الأدلة ما رواه البخاري سبحان الله، ونحن نريكم أعزتنا انظروا سقيم البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري طبع دار إحياء التراث العربي، طبع في سنة 1422 دار إحياء التراث أعزتنا، صفحة 749 في باب غزوة خيبر، أين هذا؟ باب غزوة خيبر، كتاب المغازي، حديث رقم 4240. عن عروة عن عائشة أن فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وآله مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر
ففاطمة الزهراء سلام الله عليها سيدة نساء أهل الجنة الآن أثبت بضعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب طاعتها. لماذا؟ لأنها هي من أهل البيت. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم من إن أخذتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وهذا الحديث صحيح ومتواتر وفوق حد التواتر، وأردنا ذلك عليكم وبينا ذلك عليكم في حلقات كثيرة متعددة في السنوات الماضية بحمد الله تبارك وتعالى. وهذا المنبر يا أيها الشيعة لا تعرفون قدره، لا تعرفون قدره. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. فمن هو راوي الحديث؟ من الذي روى لكم الأحاديث؟ من الذي لا يروي إلا الأحاديث؟ وأصحاب الأمائم الذين قل ما يرون الحديث، من أين هذه البدعات بين الشيعة؟ كثير جدا. أنا الذي أروي الأحاديث، أنا الذي راوي للأحاديث، وأنا الذي الحمد لله رب العالمين أحييت الأحاديث على منبر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وإلا إن العلماء والخطباء ابتعدوا عن نقل الحديث والرواية وما زال مبتعدين. بل وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، اعرفوا منازل الرجال عندنا على قدر رواياتهم عنا، اعرفوا منازل الرجال عندنا على قدر رواياتهم عنا. فمن الذي يروي لكم؟ أنتم تجعلون مصداق لهذه الرواية. اللهم ارحم خلفائي. قيل من خلفاؤك يا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال الذين يأتون من بعدي ويرون حديثي وسنتي. أنتم عرب وتعلمون اللغة العربية وتفهمون معاني هذه الكلمات، تجعلون مصداق هذه الأحاديث من؟ من لم يستمعوا منه في حياتكم حديثا واحدا، مرجع فلاني مرجع فلان، صحيح أم ليس صحيح؟ لم تسمعوا منه حديثا، وهو لا يري لكم حديثا أبدا، وهو يظهر رأيه وظنونه لكم، حلال حرام حلال حرام. وكثيرا ما يدخل في الدين ما ليس من الدين، على الأقل هو لا يروي لكم حديث. فلماذا أنتم بأي حجة جعلتم من لا يروي لكم حديثا مصداق لهذه الأحاديث، ها؟ وجعلتم كلامه حجة على من يروي لكم الحديث ويحيي دينكم ويقوي إيمانكم ويحكم الإيمان في قلوبكم ويرد الأبالسة عن مذهبكم وعن أقائدكم، ها؟ ويرابط دينكم. أين عقولكم أيها الشيعة؟ أين فهمكم؟ لماذا هذا الجهل اعتراكم؟ صديقة الطاهرة سلام الله عليها، الحوراء الإنسية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلام الله عليها، لعنة الله على مبغضيها ولعنة الله على من لا يلعن مبغضيها. قالت عائشة أن فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت، يعني طلبت سيدة نساء أهل الجنة لو لم يكن حقها وكانت ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة، والصدقة حرام لأهل البيت عليهم السلام، هل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلم ابنتها الحلال والحرام؟ والشخص الوحيد الذي هو يرث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الزهراء سلام الله عليها، لأن ليس له ابن آخر، فقد عنده بنت وهي الزهراء سلام الله عليها، والبنات الأخرى لم تكن بنات الرسول صلى الله عليه وآله، وإن سلمنا كانوا بنات، كنا بنات فلم تكن في قيد الحياة. وأما العم عباس عندنا نحن الشيعة لا يرث من النبي من الابن، مع كون البنت موجودة فإن العم لا يرث،
فحتى إذا قلنا إنه يرث فإن عباس أيضا طلب الإرث، طلب الإرث في أحاديث موجودة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف لم يعلم من يرث عنه أحكام الإرث، وإن أبا بكر موجود في أحاديث القوم لا يعلم أحكام إرث الجد والجدة والعمة والخالة، فكيف علمه ما هو يبتلي به ويحتاج إليه، وبل علمه ما هو لا يحتاج إليه ولم يعلم من يحتاج إليه. والحال إن الله تبارك وتعالى أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، احفظوا أنفسكم، قوا أنفسكم وأهليكم وقودها، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عدت للكافرين، هذا نار جهنم وقودها الناس، قوا أنفسكم وأهليكم. والزهراء سلام الله عليها ابنته، وإن الوقاية عن النار يكون بتعليم الدين، بتعليم الأحكام. فإذا كانت الميراث للزهراء سلام الله عليها صدقة، والصدقة حرام عليها، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلمها، وهي سيدة نساء أهل الجنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء لا يعلم، فكيف إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يعصي بهذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار، فهو ترك العمل بهذا الحديث. فهمتم؟ فإن مجرد طلب الزهراء سلام الله عليها حقها تدل إن هذا هو حكم الإسلام، إن هذا حقها. على كل حال لا شغلة لنا بذلك، المهم هي غضبت على أبي بكر وهي طاهرة مطهرة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهير، مطهر بآية التطهير. وآية التطهير نزلت في حق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لم تنزل في حق الأزواج، وهذا محلها بحث في محل آخر. بل أن فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وآله أرسلت إلى أبا بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وآله مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد عليه السلام منها في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حالها التي كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا علمن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وآله. فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيء منها شيئا، فوجدت يعني غضبت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته، فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وآله 6 أشهر. هذا صريح عزتنا المشاهدين، إن فاطمة الزهراء سلام الله عليها طلبت فدك من أبي بكر، وأبو بكر رفض أن يقدم إليها شيئا مما تركه رسول الله صلى الله عليه وآله وآله صلى الله عليه وآله وسلم، محتجا بأن ما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدقة. وبمجرد هذا الكلام إن الزهراء سلام الله عليها غضبت على أبي بكر. هذا دليل مستقل على أن كلام أبي بكر كانت كذبا، افتراء على النبي صلى الله عليه وآله. هذا حديث بلي معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، هذا أولا خلاف القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يقول: وورث سليمان داود، إن سليمان عليه السلام ورث أباه، وإن تكلمنا عن ذلك في المحاجة التي والمناظرة التي كانت بيننا وبين الشيخ محمود شعبان. وقال بلي أيوب علي زكريا عليه السلام: بلي يرثني ويرث من آل يعقوب. بلي فالأنبياء عليهم السلام يرثون ويورثون. هذا خلاف القرآن. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم كيف لم يعلم الزهراء ولم يعلم عباس ابن عبد المطلب بأنهم لا يرثون، لأن صدقة حرام على الزهراء سلام الله عليها، وإن لو أخذت الصدقة
فهذا كأنها أخذت من لحم الخنزير، حرام عليها. فهذا كيف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلمها؟ ثم إن غضبها غضب الله وغضب الرسول صلى الله عليه وآله، وهي غضبت حينما أبو بكر نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك الحديث المفترات. انظروا، بلي، فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئا منها، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك، فغضبت فاطمة الزهراء سلام الله عليها على أبي بكر، وغضب الزهراء سلام الله عليها غضب الله وغضب الرسول صلى الله عليه وآله. والأحاديث صحية في تلك الباب كثيرة، أريناكم ذلك. وإن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغضبان على ما هو شرع الله وهو ما هو حكم الله، كيف يغضب على ذلك؟ فهذا خير الدليل على أن ما تقول به أبو بكر ونسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان خدعة منه لكي يحرم فاطمة الزهراء سلام الله عليها عن حقها ويبعدها عن حقها. وعلى فلذل ذلك فوجدت فاطمة سلام الله عليها على أبي بكر في ذلك، فأجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وآله 6 أشهر. فهذا خير الدليل على أن أبا بكر كان خليفة ظالما، وإنه بل ظلم، إن الله غاضب عليه والرسول صلى الله عليه وآله وسلم غاضب عليه، وإنها أغضبت الزهراء سلام الله عليها، وإنه آذى الزهراء سلام الله عليها، وإيذاء الزهراء إيذاء الرسول صلى الله عليه وآله. إن الذين يؤذون الله ورسوله صلى الله عليه وآله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا. وهذا دليل واضح إن أبا بكر مصداق لهذه الآية الكريمة، إن الذين يؤذون الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا، فهو ملعون في الدنيا ملعون في الآخرة، وإنه بل في نار جهنم. فإذا ثبت أبو بكر هذا حكمه، فعمر أيضا خلافته كانت بنسب أبي بكر، فهو أيضا الرجل هذا بل خلافته باطلة كما كان خلافته أبي بكر باطلة، وكلاهما وإنه شريك. عمر كان وزيرا لأبي بكر وشريك في جرائمه، فهو شريك في تلك الوزر كله، فحينئذ إنه أيضا ملعون وفي النار بحكم هذا الاستدلال. فلما توفيت سلام الله عليها دفنها زوجها علي عليه السلام ليلا، ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها وكان بلغ. على كل حال هذا هو الحديث وبلي هذا ما أردنا أن نقدمه إليكم، وهذا حجة واضحة. وإن الفرقة العمرية لا يقدرون الرد عليها، الحمد لله رب العالمين. أما إذا إنهم أرادوا أن يحتجوا علينا بأن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أراد أن يخطب ابنة أبي جهل، وإن ذلك إن الزهراء سلام الله عليها غضبت على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يكون حجة علينا أبدا. لماذا؟ لأن هذا قضية كذب، إن أمير المؤمنين عليه السلام لم يخطب ابنة أبي جهل، وهو علل الشرايع موجود، وإن شيخ الصدوق رواه، وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول إنني أبدا لم أخطب ابنة أبي جهل، وإنني بل هذا كتاب علل الشرائع للصدوق رضي الله عنه، علل الشرائع للصدوق تبع قوم المقدسة دار ذوي القربى، أعتقد بل ليس مكتوب، الناشر غير مكتوب، ها هي العلة التي من أجلها دفنت فاطمة عليها السلام بالليل. هذا حديث طويل بل
فقال علي عليه السلام: والذي بعثك يا رسول الله بالحق نبيا صلى الله عليه وآله، ما كان مني مما بلغها شيء ولا حدثت بها نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدقت وصدقت. ففرحت فاطمة عليه السلام بذلك وتبسمت حتى رؤى ثغرها. هذا حديث بلي، إن الزهراء سلام الله عليها بلي أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أبدا إني لم أخطب ابنة أبي جهل ولا حدثت بها نفسي. هذا هو ما عندنا، فلا يكون تلك القصة حجة علينا أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. أعزتنا المشاهدين، نشكركم لمشاهدتكم لهذه القناة.